يحفظنا يدعو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مشاهدي الأكارم مجددا ونجاوب على السؤال بتاع بيقول عاوزين نربي أولادنا على العقيدة الصحيحة، فعاوزين نسمع في كل حلقة نقطة أو اتنين نربي من خلالها أولادنا على العقيدة الصحيحة، وخاصة أن ابنها 6 سنوات ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويحفظ جميع أولاد المسلمين. والجواب إن شاء الله يا أم عمر، نربي أولادنا على العقيدة الصحيحة، الأول نصلح من أنفسنا. نصلح من أنفسنا إزاي؟ لو تذكري حضرتك لما قلنا قبل كده في البرنامج نربي أولادنا على القرآن والسنة فهم سلف الأمة، بعد ما نصلح أنفسنا، نصلح إيه في أنفسنا؟ نصلح لا ننطق إلا ذكرا إلا صدقا، ويطلع من قلبنا الشكر لله تبارك وتعالى. يعني إيه؟ ما نكذبش أبدا أمام الأولاد. حاجة غريبة وعجيبة جدا، فمرة واحد بيحكي لي بيقول الباب بيخبط، وإذا بالولد يقول من؟ مين؟ أفتح يا أبي خد بال حضرتك. فقال له لا، قل اللي برا أنا مش هنا. فالولد بالفطرة قال له بابا بيقول لك مش هنا، بابا بيقول لك مش هنا. ينفع كده؟ ما ينفعش. انت عاوز تعلم ابنك الصدق وانت كاذب؟ ينفع؟ لا يمكن هيكون صادق ابدا ابدا ابدا. ده اللي انا عاوز يعني نعمله، نصلح من انفسنا الاول. طب دي نقطة. النقطة الثانية حسن الخلق. حسن الخلق علشان ابني برضو يبقى عنده حسن خلق، علشان يحمل عقيدة صحيحة، أكون أنا الأب قدوة والأم كذلك بحسن الخلق. إزاي؟ إزاي حسن الخلق؟ طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس، هو ده حسن الخلق بإيجاز شديد قوي. برضو يذكرني ذلك بذهبت امرأة لزيارة أخت لها، ف الولد في البيت بيلف ويدور حول الكرسي اللي قعدت عليه الست اللي جاية تزورهم في الله، وإذا بأم الولد جوه، والولد يلف برضه ويدور حول الكرسي اللي قاعد عليه الست. وبعدين بتقول له يا ابني اقعد، انت عمال تلف ليه حواليا كده، في ايه؟ قال لا انا عاوز اشوف وشك التاني لان ماما بتقول انت بوشين. ايه رأي حضراتكم؟ دي تربية؟ ها؟ هتربي ابنك ازاي على العقيدة وامور زي كده ممكن الولد يسمعها منك؟ انا ما اقصدش الست ام عمر، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، انا بقول الكلام عام لاخواتنا، اخواتنا المسلمات ربنا يبارك فيهن يا رب ويحفظهم، وبرضو للاباء. فالولد يسمع منك دايما ها صدق وكلام حلو وحسن اخلاق، فنعلمه حسن الخلق، نعلمه الصدق، ودي من صلب العقيدة بامر الله، علشان لما نقول له نقول في الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ما هي دي أول نقطة هنعلمها لابننا. أهيئه الأول بحيث إيه؟ يبقى أرض خصبة، أنت عاوز تزرع زرعة كويسة وتعود عليك بالطرح النافع، تجهز الأرض وتشوفها الأول تصلح ولا لا تصلح، تجهزها. هو الابن كده، نجهزه. نجهزه إزاي؟ إحنا القدوة زي ما بقول لحضراتكم كده، يسمع مننا الصدق ونعلمه الصدق وحسن الأخلاق. متفقين على كده؟ هنعمل كده يا أم عمر وكل أخواتنا المسلمات إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم بقى نسمع النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن حمزة سيد، وهيكلمنا عن عقوق الوالدين. تستطيع إن شاء الله؟ إن شاء الله. اتفضل يا عسل. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وأوجب صلة الأرحام وأعظم في ذلك أجرا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أعدها إلى يوم القيامة ذخرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم الناس قدرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أعيروا للقلوب والأسماع جيدا
فسوف أتكلم مع حضراتكم حول موضوع من أخطر الأشياء التي تدخل صاحبها النار، ألا وهو عقوق الوالدين. وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى تحت العناصر الآتية: أولا، ما هو العقوق لغة والصلاحا؟ العقوق لغة هو قطيعة الوالدين وكل ذي رحم، والصلاحا هو صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا من شرك أو معصية. ثانيا، حكم العقوق. أيها المسلمون عباد الله، لقد أجمع العلماء على أن عقوق الوالدين أو أحدهما من الكبائر، والأدلة على ذلك كثير من الكتاب والسنة، بل هو من أكبر الكبائر الموجبة لدخول النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ثلاثا، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. ثالثا، خطر العقوق في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. عباد الله، إن الله حرم العقوق. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم ثلاث: كيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن العاق لوالديه لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يدخله الجنة، والدليل على ذلك ما رواه النسائي وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة. العاق لوالديه والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. واحذر أيها العاق من دعوة الوالدين، فإنها مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. والمقصود بالوالد في الحديث أي الوالدين. واعلم أيها المسلم الحبيب أن الله يرضى لرضا الوالدين ويغضب لغضبهما. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالوالد في الحديث أي الوالدين. رابعا، مضار العقوق. العاق لوالديه كافر بنعمة الله، العاق لوالديه لا يرضى الله عنه. العقوق كبيرة توجب العقوبة في الدنيا والآخرة. العاق يحرم من نظر الله إليه يوم القيامة. خامسا وأخيرا، رسالة عاجلة أسوقها إلى كل من يتجرأ على عقوق والديه.
أيها المضيع لأوجب الحقوق، المستبذل البر بالعقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، إن بر الوالدين عليك دين، وأنت تتقاضاه بتابع الشيب، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، وكيف لا تكون كذلك وقد حملتك في بطنها 9 أشهر، وأرضعتك من ثديها لبنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذى، وصيرت حجرها لك مهدا، وإذا أصابك مرض أو شكاية أعلنت من الأسف فوق النهاية، وأطالت عليك الحزن والنحيب، وبذلت ما لها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. أمك إنها أمك، وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما كورت واحتاجت إليك جعلتها من أول الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي ظامئة، وفضلت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، وتنكرت لأياديها ومعروفها بالنكران. يا من شعارك الجنة تحت أقدام الزوجات، الصحيح أن الجنة تحت أقدام الأمهات. يا هذا، ألم تسمع أن الله يناديك ويقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهما وقل لهما قولا كريما. إلى هذا الحد أكتفي سائلا الله عز وجل أن يرزقنا بر الوالدين. اللهم ارزقنا بر الوالدين. اللهم ارزقنا بر الوالدين والإحسان إليهما والإحسان إليهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت 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 يا حمزة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب. أما سمعتم الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم يقول إن رضا الله في رضا الوالدين؟ الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاهما، لرضاء الوالدين، ويغضب لغضبهما. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني بعد التوحيد مباشرة، بعد عبادة الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين. ده مش بس كده، بعد شكرك لله شكرك للوالدين. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إلي المرجع، يعني إلي المعاد. كلنا هنقف بين إيديه وهنتسأل عن البر والإحسان، فليه العقوق؟ ويحضرني في ذلك قصة مؤثرة في مسألة العقوق، ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتابه التوابين، كتاب يانع ماتع. بيقول إيه؟ كان منازل ابن ملاحق شاب قوي فتي، كلما جلس مع أبيه لاحق يذكره أبوه بالله فيقول: يا بني تب إلى الله، يا بني استقم على شرع الله، يا بني دعك من هفوات الشباب. وإذا بالولد قد اشتاط غيظا فرفع يده ولطم أباه على خده وقال: اسكت، كلما جلست معك تزهدني في الحياة، تصرفني عن الدنيا، وأنا ما زلت شابا قويا فتيا، دعني يا أخي ألعب وأمرح وبعدها أتوب. لكن الولد لما ضرب أباه سقط أبوه على الأرض يبكي، فقال: والله يا بني لألبسن ملابس الإحرام، ولأطوفن بالبيت الحرام، ولأدعون الله عليك من صميم قلبي، والناس يطوفون ويلبون ببيت الله الحرام. وفعلا لبس ملابس الإحرام وطاف بالبيت الحرام ولبى ودعا ربه من صميم قلبه، فقال: اسمع، يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيبني، أدعوك مبتهلا بالواحد الصمد، فهذا منازل ابني، ابني لا يرتد عن عققي، ابني لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه،
يا من تقدس لم يولد ولم يلد. يقول الراوي: ما إن استتم الرجل كلامه وفرغ من دعائه إلا واستجاب منه ربه فشل جانب ولده. إزاي؟ يعني اليد التي رفعت وضربت أوقفها الملك جل في علاه، فدعوة الوالد على ولده مقبولة مستجابة. وأعني بالوالد أي الوالدين الأب والأم. فبر أباك، بر أباك وبر أمك يبرك ابنك إن شاء الله. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، زياد محمد بلال، لأول مرة ما شاء الله، وهيكلمنا عن الشام، سوريا الجريحة وما يدور فيها ويحدث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر هذه البلاد وأن ينصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تستطيع إن شاء الله؟ إن شاء الله. اتفضل يا حبيبي. الحمد لله الذي وري من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه ودعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة منه وفضلا فهذا عدله وهذه حكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين ترك أمته على الواضحة الغراء والحجة البيضاء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة وإن الله لسميع عليم. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فحديثي معكم اليوم تحت عنوان يا أهل الشام صبرا. عباد الله، قد يقول الباطل جولة والأشياع هي صولة، أما العاقبة فإنما هي الذين صبروا وعلى ربهم توكلون. فيا أهل الشام اصبروا واثبتوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ولمحص الله الذين آمنوا يمحق الكافرين. الشام وما أدراكم ما الشام، هي أرض فلسطين وسوريا والأردن ولبنان وقد كانت أرض واحدة حتى معاهدة سيد صفيق فقسمت بعضها وصارت دولا، فلسطين التي يعتدى عليها الآن وسوريا التي يعتدى عليها الآن. الشام وما أدراكم ما الشام، أرض رباط وثغر وجهاد. الشام وما أدراكم ما الشام، صفوة بلاد الله. الشام وما أدراكم ما الشام، ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. كما روى أحمد في مسنده من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. الشام وما أدراكم ما الشام، هي مهاجر الأنبياء عليهم السلام ومهبط وحي السماء. الشام وما أدراكم ما الشام، عقر دار المؤمنين الشام. كما روى النسائي في السنن من حديث سلمة ابن نفيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقر دار المؤمنين الشام. الشام وما أدراكم ما الشام، ينزل عليها عيسى عليه السلام آخر الزمان.
كما رواه مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهودتين، وضعا كفيها على أجنحة ملكين الشام، وما أدراكم ما الشام؟ آخر يروي المسلمين خرابة. أهل الشام أهل رباط وثغر وجهاد، هم الطائفة المنصورة. ضرب أروع المثل في البطولة والتضحية والفداء، قد تكفل الله بهم ومن تكفل الله بهم فلا ضاعة عليه، فهم في حفظ الله وعايته. أهل الشام وما أدراكم ما أهل الشام؟ شكواهم حسبنا الله ونعم الوكيل، شعارهم كن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، سلواهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، عزاؤهم لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، رؤيتهم فاقضي ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يا شام صبرا فإن النصر يقترب وسوف ينصر من للحق ينتسب، الله الله قدر ما يجري فلا تزع من المصاب ولا خوف ولا هرب، تصبروا تصبروا بالحق إن لكم وعدا من الله بالتمكين يرتكبوا، لا تحسبوا أن غير الله ينصركم ورابطوا بكتاب الله واحتسبوا، الله أكبر الله أكبر من ظلم الظلوم، فلو طال التجبر لا يبقى له سبب، كم ظالم ساس أقوام بقوته قد مات ليس له ذكر ولا نسب، يا شام يا شام نار القهر تقتلني والقلب في داخل الأحشاء يلتهب، أرى أناسك والطاغوت يقتلهم والعود يهتك والأطفال قد سلبوا، وأمة الحق بالأغواء قد شغلوا وأمة الحق بالأغواء قد شغلوا عن الجهاد فلا نصر ولا أرب، يا أمة النصر إن الشام قد زبعت فناصروها فإن الموت يقترب، ولسوف ينصرن الله أهل الحق ويعلي شأنكم، يا أهل الشام فاصبروا اصبروا، يا أهل الشام إن صبركم مؤذن بالفرج، واعلموا أن الله يعدكم لأمر كبير، ومهما اشتد الأمر فإن الله ناصركم، أيها المسلمون إنكم تنظرون ما يحل بإخوانكم وترون حالهم وترون مصابهم، والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، يهتم بحاله ويفرح لفرحه ويحزن لحزنه، كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا التقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصا والحمى، فهي غزة تشتكي وهي سوريا تشتكي وكثيرا من بلاد المسلمين تشتكي، غزة تشتكي من اعتدال يهود الملاعين إخوان القرن والخنازير، وسوريا تشتكي من تسلط الحكم الغاشم حكم النصيريين العلويين الظالم، ما بين هدم للديار وتخريب ودمار وذبح للصغار وقتل للكبار واغتصاب للنساء في وحشية واعتداء، فيا أمة الإسلام أين نصرتنا؟ فيا أمة الإسلام أين نصرتنا لإخواننا المستضعفين؟ وأين اتفرقنا لهم؟ وأين اتحركنا معهم؟ أليس فيكم قلوب تتحرك والنساء عرادات أكثر؟ فاللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، إلى من تكلنا، إلى عدو يتجاهمنا، أب إلى قريب ملكت أمرنا، إن لم يكن بك غضبا علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك يا أوسع لنا، اللهم اكتب لإخواننا نصرا عاجلا غير آجل، قريبا غير بعيد، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل أم فرجا، ومن كل كرب كشفا، اللهم احكم دماءهم، اللهم
واختم دماءهم. آمين. احفظهم ما بين يديهم ومن خلفهم. آمين. وعن ايمانهم وعن شمائلهم. آمين. ومن فوقهم. ونعوذ بالله بك يقتال من تحتهم. آمين. اللهم اهلك عدوهم. آمين. اللهم عليك باليهود الملاعين. آمين. اخوان الكفر والخنازير. آمين. اللهم عليك ببشار وعوانه. رب النسائهم. يتم اطفالهم. شل اركانهم. زلزل الارض من تحت اقدامهم. جمد الدماء في عروقهم. اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اجعل بلادنا امنا امانه، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبي الامين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بلال زياد ولا بلال؟ زياد. انت عسل ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك ما شاء الله. لأول مرة يعني لو كان فيه ضبط أو تشكيل أو حاجة بسيطة كده يعني تشفع له، إنها أول مرة. واللي هي حضراتكم رأيكم إيه؟ إن شاء الله تشفع له، ربنا يبارك فيكم. هكذا نربي أولادنا على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. يا سلام لو كل واحد ياخد على إيد ابنه وبنته ويربيه صح، ويغرس فيه قيم كده ومبادئ إسلامية. يعني هدي النبي كتير كتير قوي، ايه المانع انك كل يوم تعلم ابنك ادب واحد من اداب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليكن النهارده اهو، النهارده اول يوم، بالليل كده وقبل ما تنام ربنا يكرمك وانت كذلك يا اختي، جمعوا الاولاد وقعدوا معاهم على الاقل نصف ساعه قبل النوم عشان تقولوا لهم ايه؟ قصه مؤثره، وعشان تغرسوا في قلوبهم المحبه لله ولرسوله. يطلع الولد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يحب الخير للمجتمع كله، وما بقاش فيه فساد ولا إفساد ولا تضليل ولا أي شيء من الكلام ده خالص. مسألة صعبة؟ لا والله، سهلة جدا جدا جدا، بس إحنا اللي في غفلة. إحنا ليل نهار ما بنفكرش غير في حاجة واحدة، وده مع الأسف الشديد. طب شغل نفسك بالرزق ليه؟ شغل نفسك قوي قوي يعني ومأثرة عليك قوي قوي ليه؟ رزقك هيجيلك هيجيلك ما دمت خرجت وخدت بالأسباب. انت مش مصدق؟ فاكر لما قلت لحضرتك قصة رجل فقير عنده 6 بنات، يعني خرج من البيت ودخل مسجد وقعد يتضرع إلى الله، يا رب رزقني رزق، يا رب حلال طيب مبارك، لأن اللي جاي مش مكفي، بس هو يقينه في إن ربنا عنده كتير وربنا الرزاق، وبياخد بالأسباب وشغال. وبعدين في نفس الليلة أغنى واحد في البلد ابن عباد الصيرفي البغدادي، يجي له هاتف في المنام. أي والله، يأتيه هاتف في المنام فيقول له: قم يا ابن عباد، أنت نايم ليه؟ في إيه؟ قم وخذ معك طعام وغطاء وكساء و1000 دينار، خذ معك طعام وكساء وغطاء يكفي 6 بنات وأمهم وأبوهم كمان. فانتبه من نومه وبعدين نام تاني، قال له: قوم ما تنامش، خد معاك الحاجات دي. طب فين يا رب؟ فين اروح فين؟ قال له: اركب الدابة، اركب الدابة، بيقول للهاتف اللي جاله في المنام، اركب الدابة وامشي بها في شوارع وأزقة بغداد، فحيث توقفت الدابة انزل وبسرعة. وفعلا طول الليل يطوف في شوارع وأزقة بغداد إلى أن توقفت الدابة أمام مسجد، فنزل بسرعة ودخل المسجد، وجد رجلا ضعيفا يتوسل إلى الله ويدعوه، حط إيده على كتفه وقال له: خد 1000 دينار وده طعام وغطاء وكساء يكفيك أنت و6 بنات. قال: الحمد لله يا من تكريم يا رب، أرزاقه بتدبر. بيشورون إلي في الكنترول أن الوقت يعني ضيق، فهقطع القصة بعد إذن حضراتكم ونسمع ابننا يوسف مدحت عبد الفتاح. يوسف مدحت عبد الفتاح، اتكلمنا عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا حبيبي. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في خلق السماوات والأرض،
وما أوضع الله فيهما من الآيات الدالة على كمال علمه وقدرته وتمام حكمته ورحمته. فكم في السماوات والأرض من آيات ظاهرة على أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. لقد خلق السماوات والأرض وما بينهما بما في ذلك من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب والجبال والأنهار والبحار. خلق ذلك كله في ستة أيام على أكمل وجه وأتم نظام. ولو شاء لخلقه في لحظة واحدة، لكنه سبحانه اقتضت حكمته أن يكون في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أرانا الله تعالى من عجائب آياته ما يكون آية للموقنين وعبرة للمعتبرين. فقد أخبر الله تعالى عن عيسى بن مريم أنه يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فيأتي إلى الرجل الميت فيأمره فيحيا ويتكلم ويخرج الموتى من قبورهم بإذن الله. وقص الله علينا في سورة البقرة 5 حوادث كلها في إحياء الموتى في قصة بني إسرائيل. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم. وفي قصة القتيل الذي قتله ابن عم له واتهم به قبيلة أخرى، فأمره موسى أن يذبحوا بقرة ويضرب القتيل ببعضها فيحيا ويتكلم ويخبرهم بقاتله، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وفي قصة الذين نزل بديارهم وباء فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرا من الموت وفرارا من قدر الله وقضائه، فأراهم الله تعالى أنه لا مبر لهم من الله ومن قضائه، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، ليستيقنوا أنه لن يعجز الله أحد في السماوات ولا في الأرض. وفي قصة الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها مودا بناؤها يابسة أشجارها هامدة أرضها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فماته الله 100 عام ثم بعثه وكان معه حمار وطعامه وشراب، فأما الحمار فمات وانجلى لحمه وجلده وبرزت عظامه تلوح، وأما الطعام والشراب فلم يتغير مع بقاءه هذه المدة الطويلة في الشمس وفي الهواء. فقال الله لهذا الرجل: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما. فنظر إلى عظام حماره ينشذها الله يركب بعضها فوق بعض كل عظم في محله، ونظر إلى اللحم يكسو هذه العظام فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي قصة إبراهيم عليه السلام حين سأل ربه
أن يريه كيفية إحياء الله الموتى. فقال له الله: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي ضمهن وقطعهن أجزاء، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا يتباعد ما بينهن. ففعل ذلك، ثم دعاهن فالتامت أجزاء هذه الطيور، كل جزء من طير إلى جزءه، وكل ريشة في مكانها، حتى تكاملت الطيور بلحظة وجاءت إلى إبراهيم تسعى، وكانت رؤوسهن معه، فاتصل كل جسم برأسه الذي خلقه الله له قبل ذبحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا يوسف، والله أنت عسل يا ابني، ربنا يحفظك. مشاهدينا الأكارم، دولا لأول مرة يقعد قدام كاميرا ويظهر على الشاشة، إيه رأي حضراتكم؟ ربنا يسعدهم ويبارك فيهم يا رب ويثبت أقدامهم، ودايما اللقاء الأول بيبقى مهزوز شوية، ولا إيه رأيكم؟ لكن بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم ويثبت أقدامهم على الحق الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ويبارك في أبائهم وأمهاتهم ومشايخهم وكل من علموهم إن شاء الله. عاوز أقول لحضراتكم قبل ما نختم اللقاء، اللي منزلش حتى الآن علشان يدلي برأيه في الاستفتاء على الدستور، انت قاعد ليه؟ ولا انت من حزب الكنبة؟ لا، هتسأل والله عن كده، انزل وقول رأيك وربنا يكرمك ان شاء الله، والبلد تستقر بقى كده ويبقى لها دستور ما شاء الله. يا رب يا رب يا رب انصر الإسلام والمسلمين، ومكن يا رب لشرعك أن يسود، وانصر كل مظلوم، واقسم يا رب ظهر كل ظالم منتقم جبار، وكل اللي عاوز هوى نفسه يا رب، إما إنك تهديه أو تخده، إنك ولي ذلك والقادر عليه. شهد الأكارم، إلا أن ألقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. بي دي بي شوب، اتصل على